السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأحوال. إذا دائما معكم أستاذكم أحمد تازي ودرس جديد من دروس ديالنا. لأول مرة كيشاهدنا احنا قناة تعليمية، كنقدموا كل نهار درس جديد في مادة معينة موجه لمستوى معين. كنخدموا مع تلاميذ ديال الابتدائي، وكنخدموا مع تلاميذ ديال الإعدادي، وكنخدموا كذلك مع تلاميذ ديال الثانوي. كل نهار كنحطوا فيديو مختلف. اذا اجي انضم العائله ديالنا، دير ابوني وفعل الجرس هكذا باش يوصلوك الجديد ديال الفيديوهات ديالنا، وتكون دائما انت الاول اللي كتوصل بهم. عندنا صفحه في الفيسبوك باسم قناه الاستاذ احمد تازي، وقناه في اليوتيوب احمد تازي شان اوفيسي. دير ابوني فعل الجرس باش يوصلوك الجديد ديالنا. إذا نبداو دابا الدرس ديالنا، تبعوا معنا عفاكم الفيديو حتى الآن. لير ان تيكست ا كاركتير ناراتيف، يعني تقرا واحد النص يعني عنده صبغه ولا طابع سردي حكائي، يعني فيه المحاجي، فيه التعاويذ، فيه السرد، فيه الحكايه. افون لا ليكتور، قبل القراءه، قبل ما نقرا يطرحوا عليك بعض الاسئله ديال الملاحظه. شنو اسئله ديال الملاحظه؟ يقول لك شنو كتشوف في الصوره، شنو العنوان، شنو مثلا. هنا في السؤال الاول شنو كيقول لك؟ هنا عندنا جوبسيرف اي جو ديكوفري، يعني الاحظ، اوبزرفاسيون ملاحظه، اي لا ديكوفرت يعني الاكتشاف، اي جو ديكوفوا اكتشف. شنو اكتشف؟ يعني على من غادي يهضر هذا النص. هنا شنو قال لك؟ اوبزرف ليماج كو ريبريزونتيل، لاحظ الصوره ماذا تمثل، شنو كتمثل لنا هذه الصوره. دابا انت مازال ما قريتيش النص، ما عرفتيش على ما غادي يهضر النص. اذا انت من الملاحظه الاوليه شنو كتقول؟ كتقول هذه صومعه ديال شي مسجد، وهذا غالبا كتشوف القرمود خطر، هذا غالبا مسجد. اذا تقول سيتان ميناري ولا تقول سيتون موسكي، اذا الجواب كان تقول ليماج، صورة تمثل، إيماج ريبريزونت، ريبريزونت أن ميناري، صومعة، ولا تقول أون موسكي أو مسجد، ولا صومعة ديال مسجد، أون موسكي. ثانيا شنو عندنا السؤال؟ Quel est le titre de ce texte؟ ما هو عنوان هذا النص؟ ناخذه من هنايا، ها هو العنوان، هو هذا. اذا ثانيا le titre de ce texte، تقول عنوان هذا النص، le titre de ce texte est، هو تقول القرويين، القرويين، université، univers يعني جامعة، université هي الجامعة، université جامعة العالم، du monde يعني ماشي جامعة عندها اختصاص واحد، أو يعني جامعة اللي كتقبل جميع الاختصاصات وممكن يقراو فيها الناس من جميع أنحاء العالم. هنا قال لك أتون أفي دو كوا فا باغلي سو تيكست، في رأيك على ما غادي يهضر هذا النص؟ بطبيعة الحال انطلاقا من العنوان نقولوا نقولوا راه باين لو تيكست فا باغلي، النص سيتكلم، لو تيكست فا باغلي دال القرويين، هضرنا على جامعة القرويين، دال القرويين، إذا راه واضح على واش غادي يهضر هاد النص انطلاقا من العنوان. هنا كيل لا سورس دو سو تيكست، شنو هو مصدر النص؟ لا سورس، إذا مصدر النص ديما لا سورس كتكون لتحت، لا سورس دو سو تيكست، من كنكملو النص كنعطيو منين جاي هاد النص، دو سو تيكست شنو هو، نقرا نشوف نقلبو على لا سورس ديالو، يعني المصدر ديالو منين جبنا هاد النص هذا. ها هو اف ار، من كتلقى بحال هكا اف ار بوان ويكيبيديا بوان اورك ويكي يونيفرسيتير كراويين، يعني راه مخود من واحد موقع الكتروني، موقع الكتروني هو ويكيبيديا معروفه، هي واحد القاموس معروف. اذا يعني نقولوا باختصار لا سورس، لا سورس هي ان سيت
ان سيت الكترونيك، يعني موقع الكتروني، ان سيت الكترونيك، الكترونيك يعني موقع الكتروني. ندوزو السؤال الخامس، دو كومبيان دو باراغراف سو تيكست ايتي كومبوزي، من شحال من فقره انتما كيما كتشوفوا، دو كومبيان دو باراغراف، من شحال من فقره هاد النص كيتكون، سو تيكست ايتي كومبوز. لاحظ معايا نعطيكم واحد التقنيه مهمه باش تعرفوا على الفقرات، واضح؟ اذا هذه واضحه بانها الفقره الاولى، هذا باش بدينا، هذه الاولى ياك. باش كنعرفوا بان بدينا في فقره اخرى، شوفوا هنا كندير واحد الخوا عاد كنبداو الكلمه، شوف شوف شحال خلاو ديال البلاصه عاد بداو لنا هذه الكلمه. اذا هذه الثانيه، نشوفوا نزيدو نقلبوا هنا، هما خلاو لنا هذه الخوا عاد بداو هذه، اذا هذه الثالثه. نزيدو شوف واش كاين شي بلاصه خاويه اخرى، ما كايناش. ندوزو لهاد الجهه، هات داروا الخوا عاد بداو، اذا هذه الرابعه. زيد لاحظ معايا، وهنا كاين الخوا عاد بداو، اذا هذه الخامسه. اذا هادو هما الطريقه باش تبقاو تعرفوا لي باراغراف، وهذه الخامسه الاخيره كاع كملنا حدنا. اذا شحال كاينه من باراغراف؟ كاينه خمسه ديال الفقرات، 5 باراغراف. اذا نقولوا سو تيكست اي كومبوزي، سو تيكست اي يتكون مكون كومبوزي composé de 5 paragraphes. يعني خمسة ديال الفقرات، واضح؟ إذن هنا كملنا هاد الأسئلة ديال قبل القراءة افون لا ليكتور. دابا نقراو هاد النص نشرحوه، ونعاودو نقراو قراءة متأنية، قراءة تهجئية، باش الناس، لأن الغرض من هنا هو أننا نقراو النص مزيان، تكون البرونسياسيون ديال الحروف مزيانة، يكون عندنا لا بونكتياسيون كنا كنحتارموها، العلامات الترقيم كنحتارموها كاملة، الفاصلة، النقطة. إذا هادي هي القراءة السليمة، وعاد كتكون قراءة تعبيرية، لأنك كتعبر، يعني كتنسجم مع النص وكتعبر. كانت الجملة فيها تعجب كتعجب، كانت الجملة فيها سؤال كتسأل، إلى غير ذلك. إذا نقراو النص ونشرحوه. الكرويين يونيفرسيتي دو موند، القرويين جامعة العالم. الكرويين، قرويين، يونيفرسيتي، القرويين، جامعة القرويين. est une université، هي جامعة. située à Fès، تقع في فاس، au Maroc، في المغرب. selon la tradition، يعني بحسب او وفقا للتقاليد، selon، وفقا ولا بحسب التقاليد، la tradition، تقاليد. sa construction débute en 859، البناء ديالها بدا بناؤها، يعني البدايه، début، البدايه، فاش؟ سنه 859، sous le règne، يعني في الملك، الملك غاني، جاي من لوغوا، سو لو غاني، يعني في الملك ديال لا ديناستي، في عهد الأسرة الإدريسية، لا ديناستي إدريسيت، أسرة الإدريسية. هنا إلي، يعني الجامعة، جامعة القروي، إلي كونسيديري، هي تعتبر كوم لا بلوز أنسيان، أكثر جامعة، لا بلوز أنسيان يونيفرسيتي، يعني تعتبر أقدم جامعة، أنسيان، شي حاجة قديمة، أنسيان، كتقول شي هذا معلم لاسيان، هذا، علاش؟ يعني قديم في الحرفة، أنسيان. يونيفرسيتي، يونيفرسيتي، أقدم جامعة دون لو موند، في العالم، أونكور أون أكتيفيتي، يعني مازال قيد التشغيل، يعني باقا خدامة، يعني أن جامعات قدام وقفوا، وكيداروا جامعات جداد بأسماء جديدة، ولكن هذه باقا من ذاك الوقت اللي بدات فيه باقا اون اكتيفيتي، يعني باقا نشيطة، باقا خدامة. على حسب شكون اللي قال لنا هادشي بأنها باقا خدامة؟ اليونسكو، يعني منظمة من المنظمات ديال الأمم المتحدة اللي كتعتني بالتراث العالمي، هي اليونسكو. لو ليفر غينيس، يعني حتى هذا كتاب غينيس الأرقام القياسية، حتى هو
دي ريكور. ها هي ليفر غينيس دي ريكور ديال الارقام القياسيه، حتى هو كيعترف بهذا الشيء اي بار بليزيور هيستوريان، والعديد من المؤرخين كيقولوا لنا بان جامعه القرويين بدات في هذا الوقت هذا ومازال قيده الاشتغال، مازال خدامه. واضح؟ توت اون سيري دو نون، يعني مجموعه سلسله كامله، توت اون سيري دو نون، مجموعه كامله من الاسماء، parmi les plus grands من بين الاكبر، vont être associés، يعني vont être associés، يعني ارتبطوا. يعني شنو كنقصدوا؟ انا كنقصدوا بان بزاف ديال الاسماء اللي كانت مرتبطه بطريقه دون مانيير او دون اوتر، مرتبطه بشكل او باخر بجامعات القرويين. يعني واش هاد الاسماء المشهوره ديال العلماء اما كيكون قرا فيها فهاد المدرسه القرويين، اما كيكون قرا فيها، اما كيكون جا دار شي محاضره ومشى بحاله، يعني كيكون عنده علاقه بجامعات القرويين، يعني مجموعه من العلماء قراو او ارتبط الاسم ديالهم بجامعات القرويين. لي غون، شكون هما لي غون بريكورسور؟ شكون هما لي بريكورسور؟ يعني يعني الاسلاف، بريكورسور يعني اسلاف، يعني الناس القدام ديال السوفيزم، ديال الصوفيه. الصوفيه هو واحد المذهب. تال مثل شكون؟ ابن غيزيم، ابن غيزيم يعني ابن حريزم بالعربيه، ابن حريزم. وشكون ايضا؟ ابو مدين، هادو من العلماء. عبد السلام بن مشيش، هذا شهير جدا في المغرب، عبد السلام بن مشيش العالمي. لي فيلوزوف، الفلاسفه، لي فيلوزوف مثلا افيمبيس، افون باس، افيمبيس، افيروس و ابرويس بالعربيه، ابرويس كيتسمى افيروس. و لو جيوغراف الادريسي، والجغرافي الادريسي. مي aussi وايضا، ولكن ايضا، مي aussi ميمونيد، ميمونيد هو ميمون، ميمون ابن خلدون، ميمون هو ابن خلدون، راه معروف ابن خلدون اللي دار كتاب ديال مقدمه ابن خلدون. اي ليون l'Afrique و ليون الافريقي. pour ne citer que ceux-là، بحال كتقول على سبيل المثال، يعني راه حنا ما هضرناش على كل شيء، فهمت؟ بحال تقول هذه pour ne citer que ceux-là، بحال تقول هذا فقط غيض من فيض، يعني كاين بزاف العلماء وهذا فقط لي كمثال فقط. ندوزو للفقره اللي موراها، الفقره الثالثه، شنو كتقول لنا؟ قالك دون ليستوار راكونتي بار ابن ابي زار، يعني من خلال الحكايه اللي حكاها، القصه اللي رواها ابن ابي زرع، à la suite d'une période d'anarchie، قال لك في بعد فتره من الفوضى في القيروان، à la suite يعني بعد، une période واحد الفتره d'anarchie، l'anarchie هو الفوضى، القيروان يعني في القيروان، يعني فوكاش هذا الشيء كان، entre 818 et 825-826، يعني هاد الفترة ما بين 818 حتى 825 و 826 كانت واحد الفوضى في القيروان. محمد ابن عبد الله الفهري، محمد ابن عبد الله الفهري، سمعوا القصة مزيان شنو غيوقع هاد السيد هذا. محمد ابن عبد الله الفهري هو ان ريش كوميرسون، واحد تاجر غني، تاجر غني. سانستالا افيك سا فامي افاز، جا هو والعائلة ديالو، استقروا في فاس، استقر هو وعائلته ا فاس. ا سامور يعني في الوفاة ديالو، ملي مات، سي دو في، هذه اللي مشهوره فاطمه الفهريه ومريم الفهريه، ولكن فاطمه هي اللي مشهوره بزاف. ياك سي دو في، جوج بنات عنده، فاطمه اي مريم، ريكوير ان امبورطون هيريتاج، يعني مريم وفاطمة جمعوا، غكير يعني قطفوا، فهمت؟ يعني كنقولوا جمعوا ولا يعني استخلصوا ان امبورطون هيريتاج، واحد الورث مهم جدا، واحد الارث مهم. وشنو نواوي يديروا به؟ كيل
يعني هاد الورث هذا ال يعني هن يعني مريم وفاطمه شنو داروا ديسيدير يعني قرروا بجوج بهم دو كونساكري انهم يخصوا هاد الميراث هذا التكريس ديال هاد الميراث هذا كونساكري ا دي زوفر دو بيان فيزونس لايش للاعمال الخيريه لي زوفر اعمال دو بيان فيزونس ديال الاعمال الخيريه دون لو كارتي دي زندالوس قال لك في حي الاندلس ولا في الحي الاندلسي مريم شنو دارت هذه اللي ما مشهوراش بزاف مريم كونستخويزي لا موسكي دي زندالوس مريم شنو بنات واحد الجامع سميتو مسجد الاندلس سا سور فاطمه واختها فاطمه شنو دارت اشتا ان جاردان ماريشي اختها فاطمه شنو شرات واحد الحديقه حديقة ديال السوق ماريشي اي اوبتان وخضات حصلت اوبتونيغ اوبتان حصلت على لاكور الموافقه دو برنس ادريسي ديال الامير الادريسي ديك الدوله الادريسيه اللي كانت كتحكم في ذاك الوقت اذا لا بغات تبني شي حاجه راه خصها تاخذ الموافقه واخا هي بلاد ديالها ولكن كتمشي تشاور وتطلب تقول له انا بغيت نبني واحد المدرسه واش تخليني بحال كتاخذ الرخصه دابا اللي كاينه عندنا حاليا ملي خدات الرخصه من عند هذا الامير الادريسي يحيى ابن ادريس سميتو يحيى ابن ادريس pour ériger le premier noyau يعني باش تاسس هاد النواه الاولى يعني هي البدايه تبدا بشي مسجد ولا بشي قاعه صغيره عاد من بعد غادا تكبر اذا عاد صاوب ايريجي لو بروميير نوايو النواه الاولى دو لا فيتور القرويين ديال جامعه القرويين في المستقبل لا فيتور القرويين ابارتير دو 933 يعني منذ سنه 933 وافق لها على اقامه اول نواه اش كنقول اول نواه يعني البديه مثلا تاع تبني مثلا مدرسه تبدا بقسم وعاد كتبقى تزيد قسم اخر زعما تبني دار كتبدا بيت وكتزيد المطبخ وكتزيد بيت اخر هذه هي النواه هي البديه واضح اذا اريجي لو بروميير نوايو دو لا فيتور القرويين ا بارتير دو 933 لا موسكي في alors doté d'un minbar قال لك هذا المسجد كان عندها منبر يعني تم تزويدها دوتي تم تزويدها بمنبر منبر يعني فين كينوض الخطيب ديال الجمعه يخطب et appelé mosquée ou soumiyat masjid al-qarawiyin mosquée des qarawiyin voilà masjid al-qarawiyin et هي مخوضه من القيروان كيرواني علاش en hommage تكريما à la ville d'origine de Fatima al-Fihri تكريما المدينه الاصل ديال فاطمه الفهري نفس ديال الاصل ديالها من القيروان هذا الاصل ديالها من القيروان اذا مني جات الاسم جا قريب لديك القيروان جامعة القرويين جامعة القيروان لأن المدينة ديالها الأصلية هي القيروان إذا مشهورة فاطمة الفهرية بأنها هي من بنات مسجد جامعة القرويين واضح نكملو قالك لا موسكي القرويين في سون أرشيتكتور إيفوليي إي سا غروندير قالك المسجد ديال القرويين شاف يعني شهيدة المعمار ديالو التطور والكبار يعني المعمار البناء الهندسه المعماريه هي الاركيتكتشر يعني الشكل ديالو كيفاش كيتبنى يعني كل بلاد عندها الطابع المعماري ديالها وكل مسجد عنده بحال دابا مثلا المساجد ديال المغرب ماشي بحال المساجد ديال المشرق كاين اختلاف في الهندسه المعماريه ديال كل بنايه اذا جامعه القرويين عرفت واحد التطور وواحد الغناء في الهندسه المعماريه ديالها elle devint اصبحت دي شنو 10e siècle ملي كتشوف هنا بحال في هي القرن العاشر يعني هذه حروف رومانيه خصك تقراها بهذا الشكل هذا دي 10e siècle بحال كتقول 10 هنايا من القرن العاشر او شنو هو هذه 10 وحدها جوج اذا 12e siècle حتى 12 حتى القرن 12 من القرن العاشر الى القرن 12 ان امبورطون سونتر دونسينيومون اصبحت من القرن 10 للقرن 12 واحد المركز مهم ديال التعليم اي اون دي بريمير يونيفرسيتي دو موند واحده من اولى الجامعات في العالم نكملوا الفقره الخامسه شنو كتقول قال لك
Il faut attendre, كان علينا أن ننتظر la première moitié du deuxième, douzième siècle. كان خصنا نتسينو حتى النصف الثاني لا النصف الأول attendre la première moitié النصف الأول من القرن يعني الخمسين سنة الأولى القرن فيه مئة سنة يعني الخمسين سنة الأولى من القرن الثاني عشر pour voir sortir باش نشوفوا أن تخرجوا sortir منها تخرجوا من هذه الجامعة sortir de Fès de grands philosophes يعني عاد تخرجوا من ديك الجامعة فلاسفة كبار comme Avempas بحال Afempis ou mathématiciens ou ulama de riyadiyat الناس ديال الرياضيات بحال الياسمين بحال سميتو الياسمين مخترع مثلث باسكال انفونتور مخترع دو تريانجل دو باسكال واحد المثلث في الرياضيات كيتسمى مثلث باسكال سولا سينيفي ناتورالمون هذا يعني بطبيعه الحال سولا سينيفي هذا يعني ناتورالمون بطبيعه الحال كاسيت ايبوك انه في هذا الوقت سيت ايبوك في هذه الفتره La ville de Fès est devenue capable de présenter أن مدينة فاس أصبحت قادرة أن أصبحت قادرة على تقديم تعاليم de présenter des enseignements تقديم تدريس يعني أنها تقري dans diverses branches يعني في مختلف شعب كتقول هذا داير القانون هذا داير الفلسفة هذا داير الاقتصاد هذا داير الطب يعني ولات كتقري مجموعة من التخصصات والشعب أنا التيولوجي التيولوجي هو علم اللاهوت يعني العلوم الخاصة بالأديان هنا جوريسبرودونس يعني الفقه فيلوزوفي الفلسفة ميدسين الطب ماتيماتيك الرياضيات أسترونومي هو علم الفلك هذا تيولوجي هو علم الأديان علوم الأديان أو اللاهوت جوريسبرودونس الفقه فيلوزوفي الفلسفة ميدسين طب ماتيماتيك رياضيات استرونومي علم الفلك نعاودو نقراو النص تبعوا معايا الكرويين يونيفرسيتي دو موند